السلام عليكم، أنا يزن شبول من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب برنامج الأمن السيبراني. يسعدني اليوم أن أقدم لكم ضمن سلسلة وصل حديثا أحد الكتب الحديثة التي وصلت إلى مكتبة الجامعة. هذا الكتاب معنون ب Cyber Security Attacks and Defense Strategy. أصبحنا نعتمد بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والشبكات الحاسوبية، بحيث أصبحنا غير قادرين على العمل بدون هذه التكنولوجيا. ومع هذا التطور رافقه أيضا هجمات إلكترونية متعددة أثرت سلبا على هذه الأنظمة، وبالتالي كان لزاما التفكير بطرق جديدة لحماية أنظمة المعلومات. أقدم لكم اليوم هذا الكتاب، والذي يناقش مواضيع متعددة ومقسم على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول يناقش مقدمة عامة عن هذا الموضوع، أما المحور الثاني فهو يناقش مجموعة من الطرق والأدوات والاستراتيجيات التي يستخدمها الأتاكرز لبناء هجماتهم الإلكترونية، وهذا موجود من الفصول السادس ولغاية التاسع. مواضيع مثل How to Compromise the Systems، Zero Day Attacks والفيشنج Attacks وإلى آخره. أما المحور الثالث فيناقش الطرق والاستراتيجيات والأدوات التي يستخدمها السايبر سيكيورتي سبيشالستس in order to protect their data and information systems. وهذا طبعا تم تغطيته من الفصول العاشر ولغاية الفصل السابع عشر. من المهم اليوم إذن أن نعرف كيف يعمل الأتاكرز وكيف يفكرون الأتاكرز، وهناك قاعدة أساسية في عالم الأمن السيبراني، وهي in order to protect yourself you need to know yourself first and to know your enemy. هذا الكتاب موجود الآن في المكتبة، وهو مخصص لطلبة تكنولوجيا المعلومات المهتمين في مجال الأمن السيبراني. يعطيكم العافية.